entre les couleurs du jour et qui n'en revient pas. السلام عليكم. اهلا وسهلا. المحطة الأولى ديالنا في هذه الخرجة هي نعم أمين مشى بلاتي اللي كان يعني يشهد معنا السي هشام. تحية السي هشام، كنشكروك على المبادرة اللي سيسنا خويا. دروكري هذا نسولو دابا كنقلبو على كومبين كاز هنا في تارودان كما كنبانتينا بحال ما كايناش ولا شنو. وأخيرا لقينا الكومبين كاز. كومبين كاز اللي كتشوفو هي اللي كانت غادي تحرق هاد الدري اللي معانا في وجهو. خليكم معانا تشوفوا اشنو طرا. سالينا تارودان كامله باش نلقاو هاد الكومبين كاز هادي باش ما نجيبوها معانا من اكادير. وبشحال 12 درهم وكاينه في اكادير غير ب 10 درهم 11 درهم كاع. اي دلالي فوالا غادي نحاولوا ناخذ شويه ديال الخضره مطيشه دابا سي هشام شنو خصنا؟ مطيشة أو بصلايك، ما تاخذ لنا شوية ديال الديسير، نشوفو سي دلاحة لا، دلاحة، دلاحة كتوازن الصاك دكوش ديال الشكل ديالها بحال الصاك دكوشاج، غير في الشكل ولكن في الوزن، إلا زيد غير هادي راه بركة عليك وتهزم ديال الوزن. وراحنا بدينا كنقربوا لهاد لي صوميات الشيف راه دازني بها يعني الا غير اللي عندي اظن الشيف عندهم بيت لكم الشيف الا غرس يعني لا غرس لا غرس انت يا انت شفت شي دار تغري في الشيف تو رسيت تجدي صافي انا مون دوزي كريم الشيف غفلا انا مون دوزي اتمون دي غزري 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 او لا تسلم تسلم غير تسلم ومن بقيت اوكي انا تي غني هاد الكتيه غير هذا هي سمعنا البارطاج هنا كيف ما كتشوفوا ثلاث صحابي سابقيني هنا تبدا الخرجه ديالنا ان شاء الله ماشيين على الاقدام. خليكم معنا. فوالا هنا بدينا في المشي
داخلين في واحد الواد هنايا نبقاو غاديين معاه ليش هنتلفو عاد نشوفو الطلعة الصومي فين جات اخوان اليوم بالمناسبة هذا الواد هذا قال لك الله واحد 15 يوم هادي يا 15 يوم هاد سنيت ياك هاي سدين القواسي فهاد قال لك الله واحد 15 يوم هادي باش هاد الواد جاب واحد الماء اللي هو بزاف خسر اليوم بزاف ديال الاشجار ديال الكركاع هنايا وبعض الحقول المهم نزل هنا تضرروا بزاف حيت هاد الواد قال لك ما موالفينش بحال كيشي بهاد الوتيرة هادي إن شاء الله مازال نصور لكم هاد الواد من الفوق باش نشوفوا الحجم ديالو فوالا هذا هو القرقاع تبارك الله جينا في الموسم ديال جاني القرقاع هما هاد الشجاري كلهم تبارك الله راه فيهم القرقاع يا سلام الواد ها هو كاع الشجاري لي جاو وسط الواد ولا جنب راه تقريبا راه هرسهم الواد الواد مازال متابعني تبعنا هاد القمة هادي هادي هي واقيلا القمة لاش غاديين ونبقاو غاديين مع هاد الواد تا الفوق وندوزو هدا هو القرقاع وحنا كنتمشاو تلاقينا مع هاد الإخوان عمرو واحد بالريليت ديالاتي في هاد الطبيعة هادي في هاد الواد يا سلام هادي هي طاليموند لي مكيعرفهاش هادا البرات كنقول ليها طاليموند يا سلام كدير واحد الطعميره من داكشي يا سلام يلا بصحتنا ولا ولا احنا وصلنا للمياه الشلالات يا سلام مع القاطع هذا ديال الاغنام وصلنا هاد البلاصه فيها الماء يا سلام وقلنا فيها المعيزات كيسرحوا واحد المعيزه اوب اوب ما يفلقش هاد كيخافوا المياه كاين هنا الماء يا سلام سمع سمع شوف تبارك الله ملي كتلقى هاد الماء وهاد الطبيعه هادي كتنسى داك العيا اللي كتحس بيه كتنساه وكتعاود كدير واحد الميزاجور وكتبقى مستمر في المشي ديالك باش تكتاش مناطق شوف شوف شو واحد الديكور ديال هادو المعاسم هاد الشجرة مع فيها الطل شوف غنوريهم ليكم فوالا كما كتشوفو تبارك الله شوف تبارك الله المعيزات مع الحرارة واللون ديالهم كحل كيسخنو كيجيو من الحرارة كيتخباو تحت هاد الأشجار هادي شوف تبارك الله هنايا هنايا طالعين مع هاد البلاصة الدراري صحابنا ها هما وهو الماء هو المعزي يا سلام شوف 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 ولا ولا واحد ديكور روح حتى وزن حتى وانت ماشي فيك يا دوينا ها او يا سي فوركيوي لا 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 لا
هذا سلاق الجبال. تبارك الله الاشجار كلهم من الاشجار ديال القرقاع. شكون يبغى شويه ديال القرقاع؟ نجيب لكم القرقاع. واش مسموح لنا ناكلوا القرقاع هنا؟ سي هشام رئيس العصابه تبارك الله عليه. سي هشام شي كلمه شي كلمه فين غادي يعاود ليا؟ ان شاء الله هي ان شاء الله مازال الاوليم من بين اعلى اعلى سومي في منطقه السوس ان شاء الله تبدا لها 350 متر غادي ان شاء الله. دابا حنا عندنا الطريق عندنا شي سبيعه كاين شي شويه طوال الطريق ماشي شي حاجه سهله شويه ولكن ان شاء الله كاينين الرجال هنايا صاحب القاش والسالون والسعيد غادي ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله للقمه السومي ونرجعوا ان شاء الله والله يبارك فيك. سالمين غانمين ياك وتحيه لكم كاملين تحيه. هذيك هشام الله يرحم السي هشام السي اي دلالي هو السي امين ها شوف اشجار ها علاش كنجيو لهاد الجبال وهاد التمارة وهاد السكينة. شوف شوف تبارك الله شوف واحد جاكوزي هنا امين سي عومة لا سي عومة هنا هاد البلاصة تعوم فيها يا سلام ندخل الشلال اوبا يلا يلا خليكم معنا مازال كاين بزاف ما يتشاف في هاد البلاصه هادي خليكم معنا فوالا كيما شفتو مشينا حدا داك السنان واحد السنان واعر بالمناسبة نطلعو نجيبو دورة لفوق غادي نطلع نسد ليهم ونجيب دورة لفوق وخاهما يقولو ليا يلاه تمشى خليكم معايا نحاولو نطلعو لهاد الفوق هذا نشوفو شنو كاين هنا فوالا راني طلعت ليه دوماج مفيهش الما شلال شلال هاهو طلعت لها الفوق على اساس انا قلت لها لقات البلاصه فيها شي جاكوزي عامر بالماء عاد كيطخوا لتحت ساعه ما لقيت والو كاين غير الماء دايز نشوفوا هنا واه 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 شوف 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 ولا 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 شوف تبارك الله هادشي كامل غير فسوس الا ما عنديش امكانيه انه يطلع للشمال والله يسلم بعاد ممكن غير في السويس هنايا نواحي ديال تارودانت يجي يستمتع بهذا الشلال هذا هذا الشيء بعدا ها الجبال تبارك الله شوف كل شيء موجود هنا اصحاب المغامره والتحدي والجبال مرحبا بكم سبا هنا راه تبارك الله عطا الله الشجر ديال القرقاع
حيدنا القرقع ان شاء الله نعمرو اتاي وناكلو مع هاد القرقع هذا ان شاء الله. فاض برايس تبارك الله تلاقينا مع موسي من القرقع هما القرقعات اللي حيدنا من بعد غادي نقشروهم وتشوفهم كي يكونوا. فوالا بعد ما حيدنا القرقع وارتاحينا شوية في هاد الطلينة هادي غنكملو المسيرة ديالنا الفوق مازال تقريبا قربنا الفوق البلاصة اللي هي في الحد ديال الماء تما فين كاين الماء تما فين غادي نحبسو ان شاء الله نصطالو فيه ومن بعد ان شاء الله نكملو بلا باكتاج للصومي نجيبو فيه دورة ونرجعو البلاصة اللي نطونطرو فيها. هذا هو البروغرام اللي حاطين ونشوف ان شاء الله اسمح بيانينا هاد الطريق هادي. هنايا فين غادي يحاول الصديق ديالنا انه يبدل العمارة ديال الكومبينغاز وغادي يحاول يجربها وهنا فين غادي ترى ليه المفاجأة. تابعوا لا فيديو قبل ما تشعل الكومبين غاز يحاول الواحد انه يحطها في الارض يخليها ترتاح شويه ويبعد عليها عاد يشعلها ليكون شدها في يديه ويشعلها باش ما يطرالش ليه كما طرا للصديق ديالنا اللي كانت غادي تصوت ليه وجهه. هنايا غادي يسالي لا فيديو ديالنا ان شاء الله نتلاقاو في الحلقه الجايه اللي غادي نشوفو فيها كيفاش جات الخرجه ديالنا الى جبل اوليم. تحياتي تابعونا هناك مزيد